السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني مجددا على قناتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، كما أرجو منكم دعم هذا الفيديو بلايك حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. بعد الوثائق الذي بثته قناة فرانس 5، ها هي وزارة الشؤون الخارجية تصدر بيان بخصوص الحادثة. الجزائر في 27 مايو 2020، وهو تاريخ الذي تم صدور فيه البيان، وهذا أهم ما جاء في البيان. إن الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية، والتي كان آخرها ما بثته قناة فرانس 5 والقناة البرلمانية بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني. يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود سكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد 58 سنة من الاستقلال، في كنف الاحترام المتبادل والتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان. لهذه الأسباب قررت الجزائر استدعاء حالا ودون آجل سفيرها في باريس للتشاور. هذا أهم ما جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، والسلام عليكم ورحمة الله.